صباح الخير يا شباب، يعطيكم العافية. صباح في حد النور عنده أي دكتور، الله يعافيك. صباح النور دكتور. في حد عنده أي سؤال؟ طيب إحنا إمتى حطوا لنا الامتحان تبع الفاينل؟ 15 دكتور، وهي الامتحانات إمتى بتنتهي؟ بس سؤال هيك. إنه ب22 على ما أعتقد، 29/9. طيب ممتاز، 22/9 بتبلش 1/9. لا بتبلش كأنه من 10/11/9. 11/9. طيب اوكي، معناته احنا عندنا ضايلنا كويز. حكينا الكويز هذا احتياطا حيكون يوم الثلاثاء، احنا حكينا الاربعاء بس حيكون يوم الثلاثاء عشان ما لانه يمكن في امتحانات عمليه حتبلش. دكتور انا علي امتحان انجليزي ب7/9. هي الامتحانات شو اسمه؟ امتحانات العلوم الأساسية بتبلش قبل طبعا الامتحانات التخصص، وفي كمان امتحانات المختبرات كمان موجودة مع العلوم الأساسية، فبالتالي ما حد بكير الامتحانات. هلا احنا محاضراتنا حضرنا شغالة حسب التوقيت الزمني، حسب الكالندر يعني تبع الجامعة. احنا ممكن نخلص الاربعاء هذا او الاحد كمادة ونكمل، اذا في احد عنده اي اسئلة لاحقا نكمل، لكن انا ممكن اخلص المادة زي ما حكيت لك الأربعاء والأحد. ف يعني قدامك مجال تسأل. أنا أعطيت زيادة يعني المادة بصراحة هي أصلاً يعني ولا خلص بدناش نحكي. ماشي خلص مش مشكلة. في حد عنده أي سؤال؟ شو أخذنا آخر شيء؟ نعطي علامات. في أسئلة؟ منوها؟ مين انت؟ احمد فارس. احمد فارس، احمد فارس، احنا نادينا عليك كثير يوم الاربعاء، وين كنت حبيبي؟ والله ما اعرف ماذا نادت. ليش مشكلة؟ ليش داخل معناته؟ كنت بمواصلات، كان عندي امتحان. ماشي مواصلات، احنا مش حاكين شيء. بتمسك السماعه وقت هذا مزبوط ولا لا؟ ما انت دائما معناته بتدخل وما ما بتكون موجود. ما اسمع انا بالمواصلات، ما اسمع مواصلات سيئه. طب انت دائما يعني دائما بتدخل وما بتسمع؟ والله بالعاده ما اسمع، بس ما اقدر اغيب لان راح انحرق. طيب ماشي يا سولف. ايش بالنسبه للواجب؟ حاط الصفر ناقل من احمد شوقي. خليها بيناتنا مش احسن هذا الموضوع؟ يعني احسن لك ولا لا؟ طب انا عارف احمد شوقي عشان انقل منه. طيب افرجيك اياهم؟ انا شو دخلني فيه؟ انا شو عرفني عنه؟ خلاص اوكي، اقسم بالله ما اعرف. ماشي يا احمد، انت بدك اذا بدك تكبر الموضوع هلا ممكن ممكن كمان هو نائل من واحد ثالث رابع خامس. هلا انت اذا بدك يكبر الموضوع يعني انا تعبت وانا انقل بيه واخر شيء حط صفر. طيب اوكي تمام، خلينا نشوف. هاي شو مكتوب هون؟ شو مكتوب هون يا احمد؟ وين؟ فوق على الشمال، احمد فارس البواريد، مش انت هذا؟ انت ولا مش انت؟ انا. طيب هذا هو هذا هو، شايف هذا الفايل؟ وهذا شو بيختلف عنه؟ يمكن صدفه يعني، ممكن. شو صدفه؟ نفس الخط حبيبي، نفس الاخطاء، نفس النقطه، نفس الفايل، فيش شيء اسمه صدفه. هلا اذا بدك صدفه او مش صدفه احنا بنحوله للشؤون الطلابيه، هن بيحددوا صدفه او مش صدفه. اذا انت هيك يعني ما انت بتحكي لي صدفه حبيبي، ما تحكي لي صدفه. انا لما احكي اتس كوبي اتس كوبي، انتهى. ما طلبت منك ولا حدا حكى لك انه هذا صفر او مش صفر او انت بدي احولك او بديش احولك، بس لما تجادل لازم تعرف خطاك. الله اعلم دكتور. ماشي الله اعلم، الله اعلم. اوكي هيا شايفها؟ هيا في كمان واحد يعني. خلاص دكتور حقك علينا. طيب قلت لك خليها بيناتنا صح؟ من البداية.
خلاص. في حد عنده اي سؤال ثاني؟ دكتور كويز يوم الثلاثاء باي تشابتر؟ بلا روت لوكس. تمام بس تفهم روت لوكس عادي جدا. اوكي كويز حيكون على شيء يعني هذا بتدخل عليه بتجاوبه وشو اسمه كله تمام ما تقلقوا يعني. المهم تجاوب. دكتور كل الاحترام ممكن سؤال؟ تفضل. بالنسبة لعلامات الكويز اللي قدمناه نقدر نشوفها زي المرة اللي فاتت؟ والله أنا بدي أنزلهم كلهم على إكسل شيت أحسن مع بعض، وبدي أنزل لك التجميع هلا بما إنه أحمد فارس موجود. أحمد فارس معي أنت؟ معك. هلا أنا بدي أحسب، هلا بدي أعمل لك الكويز هذا وبدي أحسب أعلى، بدي أحسب لك أعلى كويزين منيح هيك من ثلاثة. منيح. أوكي؟ جزاك الله خير. هذا الجميع طبعًا مش لأحمد. شكرا شكرا. اوكي هلا موضوع انك بدي انزل احاول موضوع العلامات بده وقت لانه بدك تشوف مين اعلى من مين وتبلش هذا. هلا حيكون 15 علامه عندي للكويزات، معناته الكويز اعلى كويزين حياخذوا 15 علامه. الهوم وركات هلا بشوف ايش يسوي فيها، وخمس علامات للتفاعل. هلا بقدرش انا اعطيك اياهم لانه الطلاب ممكن يحكوا لك انا علامتي كذا انا علامتي كذا هلا شوف لنا كذا، يعني بدناش نضيع وقت كثير هلا، ضيعنا اوريدي 10 دقائق. فبدك تشوف الاكسل شيت، بنزلهم الاكسل شيت. ممكن انزل لك علامات لك مش تجميعك، ممكن انزل لك اياهم على طول بعد الاساينمنت الاولى بعد الكويز تبع يوم الثلاثاء. بنزل لك اياهم الكويزات وعلامات الاساينمنت اوريدي عندك صح؟ صحيح. تمام. فيعني احنا بنحاول لمصلحة الطالب، لكن الطالب المهم هو يشتغل لمصلحته. الموضوع مش موضوع بس اعطيني علامة، انا بعطيك علامة بس لما اشوف جهد مش لما اشوف ولا شيء. طيب في اي سؤال؟ اوكي بلش. شو وين وصلنا احنا؟ ما جاوبتوني، هل انتوا سالتوني وانا جاوبت؟ وين وصلنا؟ شابتر 10 دكتور، اخذنا مقدمه عنه في المحاضره السابقه واخذنا بلشنا فيه. خلصنا البي دي. طيب خلصنا البي دي صح؟ ما خلصنا النوع الاول بس. خلصنا النوع الثاني. ركزوا. الله يسعدكم. خلصنا البي دي كنترولر، حلينا عليه وعملناه وخلصنا. طيب شو وظيفة البي دي كنترولر كانت؟ ليش أنا بضيف عمالي البي دي كنترولر؟ بيعمل ستابيليتي، حول لنا الزوايا من 60 180 300 ل د لا 90 و 270 right؟ صح؟ تمام خلصنا. نيجي على البي اي. هلا البي اي احنا حكينا في بدايه الشابتر كل انواع الكنترولرز شو بيعملوا. اوكي البي بتقدر تحكي تيونينج، بتعرف شو تيونينج بالانجليزي؟ شو تيونينج؟ بتعمل تيون للمحطه. شو يعني تيون؟ تعمل احسن يعني مكتوب عليها تيون الكبسه بيكون كانت زمان، انك انت تعمل احسن مجال او يعني احسن تردد عشان تيجي على المحطه بوضوح، بسموه تيون يعني تضبطها 100%. منكو ضبط دكتور يعني ضبط. ايوه هي ضبط. اوكي هاي تيون خلصنا، او كاليبريشن اذا بتحب يعني، بس انا بفضل التيون. ثاني واحد هو ايش؟ بي دي كان ستابيليتي. الثالث بي اي اختصاره بروبورشنال انتجرال، هو اسهل كثير من البي دي، كثير اسهل ما في حسابات. هو عباره عن اضافه ايش هلا بال احنا كنا بالبي دي، هي الخص لك اياها. البي دي شو تسوي؟ تضيف ايش؟ زيرو. كنت تضيف كي في اس زائد زد اللي هو نفسه ايش سميناه؟ كي بي زائد اس كي دي. احنا كنا نضيف زيرو هذا. اوكي وبعدين انت تطلع البروبورشنال كونستانت وبسموه هذا ايش؟ كي دي ديريفيتيف كونستانت. ليش حطينا اس؟ حطينا اس لانه في مشتقه هون.
تمام؟ أوكي. هلأ. الـ PI اختصار إيش؟ Integral. شو بتعمل أنت فيه؟ الـ PI لحاله ما بنفع. إنك أنت تعمل PI ما بنفع. ولا يعني عادة بيجي مع الـ PID. هلأ PD لحاله بنفع. الـ PI شو بتسوي؟ بتضيف شغلتين. بتضيف A, K. الـ K دائما موجود already. بتضيف 0. وبتضيف بول. هذا البول وين بكون موجود؟ بكون على الصفر. هو يعني انا كتبت الزائد صفر او ما كتبتها واحد. وهدول الاثنين بيتجوا لبعض بالروت لوكس. لو طلعنا على هذا الحكي هيك شو بتسوي؟ بيسوي هون بحط ايش يعني؟ بول على الصفر. ما هي ايه هاي اصلا ايش هي؟ اس زائد بي. بالمقام ما هي؟ البي هاي شو هي؟ قديش تساوي؟ صفر البي البول. وبحط الزيرو هون وبخلي البول يتجه لوين؟ الزيرو هذا فقط لا غير. هذا هو الـ PI controller. بيجي وين؟ بالـ PID أحسن. أوكي هذا عندك تساوي إيش؟ هذا لما طبعاً دائماً البول عند الـ PI controller تساوي صفر. طب الزد إيش أحطها؟ الزد أنت بتختارها من point 01 أو point 001 زي ما بدك لا point 1. أنا بفضل القيمة هاي الزد. الزد مش الناقص زد. هاي إيش بتمثل لي؟ الناقص زد. فبتحطها وين؟ عند الناقص point 1 دائما. أوكي بس هذا الـ PI controller شو وظيفته؟ PI controller أعمل الـ ESS صفر. يعمل الـ ESS صفر. تمام. أوكي هاي الخطوات اللي أنا حكيتها. هاي الخطوات حكيتها. هو حاطط الزد. طبعا الزد هو من البوينت او 1 مش الناقص بوينت او 1 لانك انت بالاخير بدك تعكسها. هي اس زائد زد هون فبدك تعكسها بتصير ناقص بوينت او 1. فالزد هي من بوينت او 1 او بوينت او 1 زي ما بدك. بس انا بدي اختار القيمه هاي اوريدي. ما بدي اختار قيمه صغيره كثير زي البوينت او 1. اوكي شو بنضيف احنا زي ما حكينا؟ بنضيف 0 وبنضيف بول. بنضيف 0 وبنضيف بول. يعني هون PI controller اذا بدك تضيفه شو يعني؟ يعني بتعمل K حكينا في S زائد Z بتضيف 0. وين موجود هذا الزيرو؟ على البوينت 1 دائما. و S زائد P وين موجود هذا البول؟ على الصفر. طيب بالـ PD controller حكينا K في S زائد Z. طبعا هذا الـ PI controller عبارة عن جمع. جمع شو؟ جمع proportional من اسمه proportional وايش زائد شو زائد integral. الانتيجرال احنا باللابلاس كنا نقسم على اس فبتصير كي اي على اس. احنا بس نحل بنحل هون دائما بنحل على اول واحده بعدين بنطلع اذا بدنا القيم الكي بي والكي دي والكي والكي اي بنطلعهم بعدين. لكن بنحل على اضافه الزيرو واضافه البول. اذا انا عندي بالبي دي بضيف زيرو بالـ PI بضيف 0 وبضيف بول. البول وين موجود؟ الصفر. والزيرو تقريبا على البوينت 1. طيب خلص هذا خلص الـ PI. هلا وين بنحله؟ بنحله بالـ PID. كيف نعمل الـ PID controller؟ مين معك كالكوليتر اول شيء؟ جيبوا لي كالكوليتر اذا فيش حدا معه عشان نبلش نحسب بعدين. PID controller شو عندي؟ PID controller شو بضيف هون؟ الـ PID بضيف بضربهم في بعض. يعني هو الـ انت الـ G PID اللي انت بدك تضيفه تساوي G PD او PI زي ما بدك. اشوف والله اشوف ماخذ اول واحد عشان نشوف نفس النوتيشنز PD ولا PI. PID controller في جي بي اي عشان الزد وين الزد. شو عندنا احنا الجي بي دي قديش قيمته او ايش كنا نشوف؟ كي في اس زائد زد صح. الجي بي اي اللي اشتغلناه قبل شوي كان كي ثانيه. خلاص كي واحده احنا بنحط لكلهم في ايش؟ اس زائد زد على اس
زائد بي، وهاي بي ما بدي اياها. ليش؟ قيمتها قديش هي دائما هون بالبي اي كنترولر؟ صفر. فخلص على اس صارت. بس ما انا عندي 2 زيروز بحط زد 1 وبحط ايش؟ زد 2. هذا ايش؟ هذا الجين تبع الكنترولر. شو يساوي اذا عندي بي اي دي؟ يساوي جمعهم اللي هن كي بي زائد اس كي دي زائد كي اي على اس. طبعا تقدر انت تفك هاي وتساويهم على الجهه الثانيه زي ما انا عامل في السلايدات، ونشوف انت بعدين شو بيطلعوا هذول القيم. تمام، مش موضوعنا، بس يعني هذول القيم بس تفكهم هون، فك هاي وسويها على الجهه الثانيه. معامل اس سويه لحال، ومعامل واحد على اس لحال، ومعامل الكونستانت لحال. طيب كيف الخطوات تبعت الحل؟ الخطوات تبعت الحل بسهوله نفس خطوات البي دي. تعمل لي جميع خطوات البي دي تماما، وبعدين بتضيف عليه الزيرو والبول. يعني بعد ما تخلص البي دي كنترولر طلع معك الشكل هيك، مثلا خلصت البي دي انت، طلع معك هيك وهيك وهيك، تمام. بس خلصت البي دي، تعال البي اي كيف شكله؟ البي اي شكله بتضيف هون بول زياده، وبتضيف زيرو، بتحطهم لبعض، بس وانتهى الموضوع. يعني معناته الشغل كله وين بده يكون؟ رجعنا البي دي كنترولر. مين جاب كالكوليتر؟ معنا كالكوليتر. طيب يلا اعطيك السؤال، مش موجود بالنوت السؤال. السؤال بيحكي لك، طبعا البي اي دي ليش بنستخدمه قبل ما نبلش بالسؤال؟ البي اي دي بنستخدمه عشان يعمل لنا ستابيليتي، وعشان يعمل لنا ايش؟ الاي اس اس صفر اثنين صار، لانه هو مجموع البي اي يعني والبي اي دي. والدي ديرافاتيف انتجرال ديرافاتيف. طيب يلا هاي الجي هذا اس زائد واحد تكعيب، هذا ايش؟ هذا الجي واحد على اس زائد واحد تكعيب. بلاش نصعب، ها واحد على اس زائد واحد تكعيب، هذا الجي واحد على اس زائد واحد لكل تكعيب تساوي الجي. طيب بقول لك ضيف لي ايش؟ ضيف لي البي اي دي كنترولر. في داعي نضيف البي اي دي كنترولر؟ اول شيء، اول سؤال تساله لحالك، في داعي اضيف البي اي دي كنترولر؟ يعني السيستم ستيبل ولا لا؟ مبدئيا هو ستيبل دكتور. ليش ستيبل؟ لا مش ستيبل السيستم لكل قيم كي، لانك انت عندك، انت هون الزوايا قد ايه؟ انت ما عندك زيروز وعندك 3 بول، معناته زاويه 60 و180 و300، معناته ما عندك ستابيليتي لكل القيم، حيطلع لليمين صح؟ صحيح. فبالتالي حيصير ايش؟ مش ستيبل. فبعت اوكي بضيف، لانه كله بولز ما في زيروز. بضيف عادي، بضيف بده يعطيك سبيسيفيكيشنز. اول سبيسيفيكيشن حيغيره هون، معطيك اوميجا ان تساوي 3.16 رات بير سكند، وأوميجا دي تساوي 3.08 رات بير سكند. جديدة هاي صح؟ يلا مين بيحل معي؟ شو أول خطوة بحل البي دي؟ شو أول خطوة بحل البي دي؟ نطلع السبيسيفيكيشنز، دكتور سم ايش؟ نطلع ديزاين بوينت. هيدي ها. وين ديزاين بوينت؟ ديزاين بوينت لازم يعطيني زاوية، لازم يعطيني ناقص زيتا اوميجا ان، كيف بطلعهم من هون؟ مين بيحكي لي؟ اوميجا ان شو تساوي؟ أو اوميجا دي شو تساوي؟ اوميجا ان في جذر واحد ناقص ايش؟ زيتا تربي. بدي اطلع زيتا، مين يلا طلعوا لي زيتا اللي هي هاي 3.08 تساوي 3.16 تايمز ايش؟ واحد ناقص زيتا سكوير. قديش قيمة زيتا؟ ثلاثة
شباب طيبة. أو بوينت واحد اثنين دكتور. لا غلط. بعد. عملت لها جذب؟ لا طلع 0.22235882 صح؟ طيب زيتا تساوي 0.223 شو بستفيد منها زيتا هيك؟ بستفيد منها اطلع الثيتا. ثيتا شو تساوي؟ كوساين انفرس لايش؟ ساين سالب واحد للزيتا. طيب قد ايه تساوي؟ سبعة وسبعين وثمانية بالمية. سبعة وسبعين؟ بوينت زيرو ثمانية. سبعة وسبعين، احكي السبعة وسبعين صح؟ اوكي خلصنا، هاي طلعت ثيتا، هاي ثيتا. مش كتير ثيتا بس ثيتا. هاي سبعة وسبعين. ممتاز. شو ضل اطلع؟ الزيتا اوميجا ان. قديش قيمة الزيتا اوميجا؟ عندي زيتا عندي اوميجا ان، اضربوا لي اياهم ببعض. اضرب لي زيتا في اوميجا ان. زيرو بوينت سبعة زيرو أربعة ستة ثمانية. زيد زيرو بوينت قد ايه؟ زيرو بوينت سبعين أربعة ستة ثمانية. خلاص زيرو بوينت سبعين معناته ناقص زيتا أوميجا إن تساوي ناقص إيش؟ 0.7 مظبوط؟ زيتا أوميجا إن تساوي 0.7، أنا بدي ناقص زيتا أوميجا إن، فبالتالي بحط هون. شو بسوي بعدين أخذنا؟ هاي قديش تساوي؟ بقاطعها، تقاطعهم شو بعطيني؟ شو حكينا عليها هاي النقطة؟ ديزاين بوينت. ايش احداثيات الديزاين بوينت هاي؟ شو احداثيات الديزاين بوينت؟ مالكو ايش اسقاطها على السينات؟ اللي هي بتكتب تكون سالب زيتا سالب زيتا اوميجا ان اسقاطها على السينات ناقص 0.7 يعني زائد واسقاطها على الصادات ايش يكون؟ تحسبها تحمل تان الزاويه اللي هي قد ايه تانها؟ تان ال 77 تساوي واي على المجاور اللي هو 0.7. قديش قيمه واي؟ تطلع 3.03 3 يعني بحط ناقص 0.7 زائد 3 ايش؟ ما بتحط 3 هيك 3 ايش؟ جي لانه هذا محور الصادات. خلص هاي ديزاين بوينت. هذا كل شو وظيفتها هاي ديزاين بوينت؟ هاي ديزاين بوينت هو اللي طالب انها تشتغل عنده بالديزاين. يعني انا بس اعمل ديزاين لازم يجي الروت لوكس وين؟ بهاي النقطه. طيب خلصنا الخطوه الثانيه، نرسم الروت لوكس القديم الحالي. شو هو؟ بديش نطول فيه بس وين البولز موجوده؟ او خلينا نطول لانه في ناس اصلا يعني مش عارفه عايش نحكي ممكن. فنمبر اوف بولز شو عندنا؟ قديش يساوي؟ يساوي نمبر اوف روت لوكس باث، يعني نمبر اوف روت لوكس باث ويساوي ان. قديش كم واحد عندي انا؟ عندي قد ايه؟ 3. ما عندي واحد، ليش عندي 3؟ يعني اس ايش تساوي؟ زائد واحد فئه زائد واحد فئه زائد واحد، يعني ثلاثه كلهم سالب واحد. كلهم ناقص واحد، مش تلخبط هذا. انا سنه من السنين هذا السؤال جبته بالامتحان. تمام؟ لقيت بفاينل يعني كان. فلقيت انه الناس ايش عامله؟ فاك التكعيب ومطلعه بعدين الجذور، ما انت عندك جاهز. اي هون دكتور التكعيب لكل ال هو هذا الحكي بتحكي لي اياه، بس لما تكون في الامتحان انت بيختلف الوضع. تمام. طيب حط على ناقص واحد ايش؟ بس
وين متوقعين تكون البريك بوينت؟ البريك بوينت فقط عند النقص واحد، ما في بريك بوينت تانية، لأنه فيش زيروس البريك بوينت، لأنه في عندك ثلاثة بول عليها، فبالتالي وين بدهم ينفصلوا؟ عند النقص واحد. طيب number of zeros شو يساوي؟ يساوي صفر. M يساوي صفر، معناته قديش عندي zeros بالإنفينيتي؟ ثلاثة. الزر سيجما تبعته اللي بتطلع منها الأسمتوت من وين؟ مجموع البولز ناقص مجموع الزيروز على N ناقص M. N ناقص M. مجموع البولز قديش؟ ناقص ثلاثة، ما ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد. بش إشي بعدين. ناقص الصفر الزيروز على إيش؟ ثلاثة. شو بعطيني؟ بعطيني شارب واحد. شو الزوايا؟ بدون حسبة. قديش الزوايا؟ 61 270 أو 60 180 لأنهم 3 بيطلع 1 هيك من الناقص 1 بيطلعوا. شوف الصدفة، البريك بوينت على الناقص 1 والبول على الناقص 1 ومركز دكتور لو توضح لنا بس 300 يعني 60 و 180 ماشي بس 300 ليش؟ ليش؟ شو القانون عندي؟ القانون هو فاي تساوي 2 اي زائد 1 على ان ناقص ام في قديش؟ في 180. قيمة الاي هاي قديش؟ قديش تاخدها؟ عند اي وقت بالضبط؟ ناخد قيمة الاي على عدد البولز على عدد الزيروز بالانفينيتي. عدد الزيروز بالانفينيتي. كم زيرو بالانفينيتي عندك يا معاذ؟ عندك 3. عندي 3. طيب الاي بتبلش من الصفر، معناته بتاخذ صفر واحد اثنين، تاخذ ثلاثة قيم الاي، بس ما بتبلش من الواحد، بتبلش من وين؟ من الصفر. من الصفر باخذ اللي قبل الثلاث، يعني باخذ صفر واحد اثنين. هو احنا حكينا في البداية بتاخذ من صفر لحد ان ناقص ام ناقص واحد. قديش ان ناقص؟ تكتب لنا القانون لان نسينا شوي. بس انا كاتبه، أنا كاتبه قبل هيك. آي هي ها هاي القانون. وآي من وين؟ آي تساوي صفر واحد اثنين لحد قديش؟ إن ناقص إم ناقص واحد. إحنا كم قديش قيمة إن ناقص إم ناقص واحد بهذا السؤال؟ ثلاث. إن ناقص إم ثلاث، بس إن ناقص إم ناقص واحد قديش؟ اثنين. اثنين، معناته بتبلش من صفر وبتنتهي باثنين. اوكي، عوض صفر، ايش بعطيك بالزاوية؟ بعطيني 60. طيب عوض واحد بعطيك 180، وعوض اثنين بعطيك 300. بعطيني 300 هسه حسبتها صح. تمام، طيب هذا هو القانون. الروت لوكس الحالي الروت لوكس، خليني اغير اللون. الروت لوكس الحالي هيك بيطلع من وين؟ بيطلع من ناقص يم على الاسمتوت، مش بيقترب منه، هو عليه خط مستقيم هيك وهيك وهيك. هاي الروت لوكس، هذا طبعا مش ستيبل لكل قيم كي، ما عاد بدك تسوي ستيبل. طبعا انت هون بتقدر تحسب قديش قيم كي اللي بتخليك ايش ستيبل او انستيبل، حسبناها قبل هيك، لكن هون لها خصوصيه، هون خط مستقيم مثلث جاي، فبالتالي بتقدر تحسب انت، بتقدر تحسب الاس مقابل المجاور. بس انا يعني زي ما احنا اخذنا بالمثال، مش موضوعنا هلا، بس اخذنا مثال سابق كيف نحسب عن طريق التيبل اللي اخذناه بالشابتر 6. طيب كيف بدك تعمل ديزاين؟ بدك تضيف ديزاين، بنضيف ايش احنا بنضيف؟ بنضيف اد ايش؟ بي اي دي. شو الـ PID عبارة عن شو؟ K في S زائد Z1 في S زائد Z2 على S. طبعاً أنا بكتب هيك، بكتبهاش كاملة عشان أقول لك إنه هذا تابع لمين؟ هذا تابع للـ PD، وهذا تابع لشو؟ للـ PI. للـ PI. الـ PI خليه بالأخير.
مش موضوعنا، موضوعنا هذا سهل كتير. في احنا بنطلع كل اشي زي ايش؟ زي البي دي. طيب نشوف الزد 1 كيف 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 احنا طلعنا قيمة الزد بالبي دي. ضفنا، احنا ضفنا، شو ضفنا؟ كيف نطلع الزيرو؟ بنحكي هون كيف نطلع الزيرو؟ بنحكي سيجما فاي تساوي بلس ماينس 180 وتساوي مجموع زوايا البول آسف مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا البولز. شيك أخذنا؟ صحيح. تمام، كيف نطلعهم هون؟ وتساوي قديش مجموع زوايا الزيروز؟ انا ما بعرف، بدي اطلعه اصلا. شو هاي؟ باي زد، باي زد مجهول، هو المجهول الوحيد اللي عندي اساسا. ناقص بتفتح قوس مجموع زوايا البول. لوين زوايا البول؟ لوين؟ وين نقطة الديزاين اللي بدها تمر في الروت لوكس؟ هيها هون تقريبا، هون هيها شايفينها؟ لأنها ناقص 0.7 زائد 3 جي، معناته باخذ هاي الزاوية، هاي ناقص 0.7. طيب بس هيك؟ هي مش بس هيك، كم زاوية عندي بهاي النقطة؟ عندي 3 زوايا، لأنه كم بول؟ 3 بول، عن ناقص 1. 3 بول. فبكتب 3 tan inverse المقابل على المجاور. شو المقابل؟ 3 اللي هو ايش؟ 3 جي يعني. المجاور قديش؟ المجاور هي 1 ناقص 0.7. مين يحسب لي الزاوية هاي بسرعة يلا؟ أو بلاش تحسب لي، بحسب ما داخل القوس. تان انفرس ال 10 قديش؟ أربعة وثمانين في 3 زوايا، ما هي 252.8. احكي 252، مش عارف 252. طيب 0.8 فاي زد ناقص اي عشان ما تزعلش، شو 2.58.252.8. اوكي تمام، شو تساوي هذا كله؟ 180. ونقول ال 252 على الجهة الثانية، مين يقول لي اياها؟ قديش بتطلع؟ بتطلع سالب 72. شو سالب؟ ما انت ناقص 252 زيد عليها 180، ما انت بتعملها على الجهة الثانية بتصير بوزيتيف صح؟ أربعمية واثنين وثلاثين بوينت ايت. هاي مش زاوية، معناته بدك تنقص منها قديش؟ 360. هاي أكثر من دورة، نقص منها 360 قديش بتطلع؟ بتطلع بالضبط 72.8. خلص هاي الفاي زد. طيب هاي زاوية منفرجة ولا حادة؟ حادة بس حادة. بالدورة الثانية دكتور، يعني ممكن تكون هون هيك يعني، هاي فاي زد صح؟ هون الزد يعني بده يكون هاي 72. ممتاز. هلا بدك تحسب قديش قيمة الزد، هاي ناقص زد عندك انت هون، بدي احسب قديش قيمة، انا كل هدفي احسب قيمة الزد، قديش قيمة الزد هون بتصير؟ قيمة الزد تان، تحكي تان 72، هذيك المرة كانت منفرجة فأخذت المتممة تبعتها عشان المثلث، هلا هي حادة جاهزة. شو تساوي؟ المقابل اللي هو 3 على المجاور اللي هو زد ناقص قديش؟ 0.7. المثلث هذا أقول لك وين المثلث، أخليها لون ايش؟ أسود. هاي مثلث
أخذت إيش هاي؟ وهي الزاوية المقابل 3 المجاور هو زد ناقص 0.7. هلا انا بشيل النواقص يعني يعني اوكي تحسب الزد لهي 1.628. ممتاز زد تساوي 1.62 او 1.6 اللي هي زد 1. خلي حسبت زد 1 خلصت. هلا نحسب كي. كيف كنا نحسب كي في البي دي؟ نحكي نطبق قاعدة الكي جي عند S تساوي design point شو تساوي؟ 1. الكي جي ايش هذا؟ الكي جي القديم والجديد. يعني تعمل هلأ في ناس بتقول لي انه ما في داعي سوري في داعي هذا الجيل الجديد كامل ليش ما بتحطه مع هاي؟ انا بحكي لك ليش هلأ. يعني بنحكي كي في S زائد زد 1 اوكي. اذا بدك تحط S زائد زد 2 حط ما عندي مشكله بيصير. يعني احنا البي اي كنترولر شو هو؟ بي اي كنترولر تساوي احنا قلنا الاس قد الزد ايش هي الزد 2 هاي ما هي مش فيش فيها حساب. هاي الزد 2 انت بدك تفرضها حطها 0.01 او 0.1 خلص بدك تحطها حطها. صارت الزد 1 قديش هون 1.6 والزد 2 قديه 0.01 بس على الفاضي حطيتها يعني بس اوكي زد زائد 0.01 اللي بحكي لي كيف جبتها بترجع لوين؟ للستيبس الموجوده في النوتس بس على ايش؟ على اس بس هيك؟ لا هذا 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 الكنترولر بس انت نسيت الجي. الجي ما بتكون بس من الكنترولر. شو عندك كمان؟ عندك الجي القديم ايش هو؟ الزائد واحد تكعيب. احنا ضفنا هذا، هذا انضاف لكن الاصلي هيه. فانت الجي هذا هو الجي عباره عن هو الجي اللي اخذناه في المساله طبعا. فشو بتعمل انت هون؟ بتطبق عند وين؟ ايش النقطه هي؟ النقطه هي اس تساوي حكيناها من البدايه ناقص 0.7 زائد ايش؟ 3 جي ديزاين بوينت. شو تساوي؟ 1. هات نشوف يلا خلينا نطبق عشان هذا كله عشان نلاقي كي. كي او بلاش هاي كي بدي اياها اس زائد 1.6 اس زائد 0.6 ايش بيطلع؟ شو بتعمل؟ ناقص 0.7 زائد 1.6 بعطيك ايش 1.9 يعني بتطلع هاي 0.9 زائد 3 صح لان انا ضفت الاس هاي بتطلع هون تربيع وهون تربيع وهاي ايش تحت الجذر في مالنا احنا نلخبط هاي اس هلا بديش احسب هاي مين بحكي لي ليش فيش داعي احسب هاي بطل يطلع فيش داعي احسب هاي يعني انت بدك تحسب هاي بدك تعوض محل الاس ناقص 3 سوري اسف ناقص 0.7 زائد 3 جي زائد 0.01 مظبوط لاي سالب 0.71 زائد 3 جي هي نفسها ايش نفسها تحت ما هي ناقص 0.7 زائد 3 جي ما ضافت فيش داعي تحطها اساسا هذول بنشطهم مع بعض عشان هيك انا ما كنتش ناوي احطه بالبي اي كنترولر فبالتالي بتحط البي دي بس وبتشتغل كانه بي دي يعني هون دكتور بس شغلنا على الاس والزد زائد واحد على والجي اللي تحت بس تشتغل على البي دي كانه اشتغلنا على المحاضره السابقه هلا بعدين بنضيفه ما في مشكله بنضيفهم على الروت لوكس بس هذا مبدئيا عشان تطلع قيمه كي بتحطها ايش على البي دي بعدين ايش كمل هي على اس زائد واحد اللي هي ناقص 0.7 زائد واحد بضل ايش عندي 0.3 سكوير زائد 3 سكوير كلها تحت الجذر صح هاي لوحده بس انا عندي تكعيب وبعدين ايش بعمل تكعيب شو تساوي واحد بتطلع ايش بالاس زائد واحد مش الاس 0.7
طيب ضيف لها واحد بسي بوينت 3 صح؟ ناقص بوينت 7 زائد واحد بوينت 3 بضل 3 جي اوكي؟ يعني هاي شو أصلها؟ هاي أصلها بتكون ناقص 0.7 هاي الاس زائد 3 جي وضيف لها الواحد هذا هاي بتنضاف على 0.7 بعدين بتاخذ لها توقيع 0.3 زائد 3 جي وتطلع قيمة كم مش مهم قيمة كم ما بتهمني هلا قيمة خلص خلصنا خلصنا كل الكنترولر شوف مسهله بي دي وبي اي قديش قيمة الزد تبعت البي اي حطيناها 0.01 هات نفسه من الروت لوكس شو الروت لوكس عندي حيصير حتى نشوف البولز القديمة وينها؟ البولز القديمة فقط موجودة وين؟ كلها عن ناقص واحد ثلاثة عن ناقص واحد طيب قديش عدد البولز بعد إضافة الكنترولر؟ مين بحكي لي؟ لساعة أوكي قديش قديش عندي بولز شو الجيل الجديد الجيل الجديد اللي هو اس زائد زد او بلاش اس زائد زد عندك كي في اس زائد 1.6 في اس زائد 0.01 مثلا على ايش اس زائد 1 تكعيب في اس شيكات صحيح كم بول عندي اربع بول أربعة تساوي أربعة شو هن S تساوي ناقص سالب واحد سالب واحد أي S تساوي ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد صفر وصفر number of zeros دي اثنين كان عندي واحد هلا أنا كان عندي زمان ثلاثة بول وصفر zeros هلا انا صار عندي 4 بول و2 زيروز معناته صار بدات صارت الزوايا اقل يعني اضافه البي اي كنترولر ما بيلعب بالزوايا لك انت بتضيف بول وبتضيف يعني ايش يعني دكتور عمليه بتعمل لي ستابيليتي بي دي كنترولر هلا شوي هلا بحكي لك نمبر اوف زيروز تساوي ام قديش عندي زيروز 2 قديش قيمتهم اس تساوي ناقص 1.6 سالب ناقص 0.01 1% ممتاز يلا معناته انا عندي number of zeros at infinity قديش كان عندي في هناك zeros at infinity ثلاثة ثلاثة هسه ما عنديش ولا zero at infinity عندي اثنين كيف ما عندي zeros عندي اربعة بول واثنين zeros اربعة ناقص اثنين اثنين تمام n ناقص m تساوي قد ايه اثنين هلا انا وظيفة الـ PD controller إن هي يقلل العدد N ناقص M عشان الزوايا تبطل 60 180 300 يصير إيش؟ أقل 90 270 تمام؟ وبالتالي فيه بيكون عندنا دكتور زوايا المحور السيني والمحور الصادي وبيعمل stability في السيستم هلا إضافة الـ PI controller أنا بضيف 0 وبضيف إيش؟ بول إضافة زيرو بول ما بيلعب بالرقم N ناقص M ما أنت بتضيف N وبتضيف M فبالتالي إيش؟ بضل ثابت شو شو بيلعب بالزوايا عماله؟ الـ PD controller طيب مين يطلع لي سيجما A قديش؟ الأسيمتوت أو السنترويد قديش تساوي؟ مجموع البولز ناقص مجموع الزيروز على N ناقص M قديش مجموع البولز؟ ناقص 3 ناقص مجموع الزيروز على قديش على 2 معناته قديش عندي ناقص 3 ناقص الناقص ال 1.6 انسى ال 0.01 على 2 ايش بتعطيني ناقص 0.7 اعطيني سالب 0.685 تقريبا 7 بالمئة 685 متأكد انت؟ طيب هي 685 طيب
الزوايا قديش؟ خلص الزوايا على طول انا بعرفهم 90 270. ليش؟ ليش؟ لانه عندي 2 بالانفينيتي خط 90 270 البريك بوينت على ناقص 1. طيب مين يشتغل فيهم هلا؟ كيف البولز بصير؟ عندي على ناقص 0.68 هون عندي طالع ايش؟ زاوية 90 وزاوية ايش؟ 270. وعندي ضفت زيرو، زيرو هي الضفت هون قيمته قديش؟ 1.6. وعندي زيرو هون قديش قيمته؟ ايوه مالكو ناقص 0.01 هذول ضفتهم. وعندي بول وين موجود؟ على الصفر. طيب كيف ارسم الروت لوكس هلا؟ هلا لازم الاضافه اللي ضفتها انا البي اي كنترول يتجهوا لبعض هيهم. ريحتك. كم واحد عندي على ناقص واحد؟ كم واحد عندي على ناقص واحد؟ ثلاث صح؟ ثلاث. واحد بيتجه لهون، واحد بيتجه لهون، واحد بيتجه لهون. وين نقطة الديزاين بوينت؟ حكينا ديزاين بوينت هاي 0.68 مي هون، هاي هتكون إحداثياتها ناقص 0.7 زائد ايش؟ زائد 3 جي. 3 جي. يعني انت بتشغل باختصار البي اي دي بتشغل بي دي بعدين بتضيف ايش؟ بتضيف هدول. بول وزيرو. في اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال؟ لا واضح. لسه هي لسه بكير. هيك احنا خلصنا اول جزء من او نص تشابتر 10. اخذنا فيه 3-4 كنترولرز. هلا بضل بكره ايش؟ ضل عندنا 3 محاضرات عشان ننهي تشابتر 10. وبعدين اذا في مش عارف ايش نسوي الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي لازم نعمل لكم مفاجآت. يا دكتور لو نعمل شوية مراجعة في المادة بعد ما تكتب. أنا ما عندي مشكلة إذا أنت بتسأل أسئلة، أما أنا أراجع شو؟ أنت عارف مادة يعني قصدي مثلا بحر نحضر أسئلة على جباتر معينة ونسألك إياه. حضر وأنا بسأل وأنا بجاوب ما عندي مشكلة. أنا من أول الفصل وأنا بحكي لكم مين عندكم سؤال ما عندي مشكلة. أي سؤال بدك تسأله اسأله بس تكون محضر، مش أنا لأن المادة ضخمة. أنت بتحس أن المادة شوي شوي ماشيين فيها بس هي ضخمة. اوكي في حد عنده اي سؤال؟ اوكي خلاص يعطيكم العافيه بكفي هون. نشوفكم ان شاء الله بكره. يعطيك العافيه دكتور. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه دكتور.